ظنوا أنها خردة سوفيتية صليعة حتى فاجأتهم بكمائن انتحارية أفقدت أوكرانيا نخبة قواتها البرية، رأس الحربة التي لم يتوقع قوتها حلفاء زيلينسكي، فقد أذلت جيش أوكرانيا وشتتت شمل فرقه البرية رغم مرور أكثر من نصف قرن على تصنيعها. في هذه الحلقة نكشف لك عزيزي المشاهد واحدة من أضخم أسلحة الحرب الباردة المرعبة التي استدعاها بوتين في حربه. تابعونا. T-62 وحش بوتين العجوز يضرب أوكرانيا. تعتبر T-62 أقدم الدبابات السوفيتية الروسية التي استدعاها بوتين للجبهة الأوكرانية، بل وتم تفضيلها على الدبابات الأحدث وأصبحت رأس الحربة في كافة العمليات البرية الروسية، ولم تخلو أي جبهة أو معركة من تواجدها على الرغم من كونها خارج الخدمة في الجيش الروسي لأكثر من عقد من الزمن، وعلى الرغم من أن احتياطات روسيا من دبابات T-72 وT-80 يعتقد هي بالآلاف، إلا أن هناك أسبابا متعددة تجعل الدبابة القديمة T-62 أكثر ملائمة لاحتياجات روسيا الحالية. تم بناء T-62 كدبابة نووية سوفيتية مصممة للبقاء على قيد الحياة في حالة حدوث ضربة نووية والبدء في التحرك دون أي مشكلة. من ناحية أخرى، الدبابات الجديدة معرضة جدا للإشعاع، وتتميز T-62 بقدرتها على العمل ضمن فرق وحدات مشاة ميكانيكية أو بشكل منفرد، وتدير عملياتها بشكل تلقائي بالاعتماد على أنظمة مسح المحيط والبحث عن الأهداف وأنظمة التصويب شبه التلقائي، بالإضافة للمميزات الميكانيكية التي ظهرت في الدبابات والمدافع المصنعة في أواخر الحقبة السوفيتية، كتسلق المنحدرات والقصف المباشر وعبور الموانع المائية والمستنقعات وحتى حقول الألغام. ورغم قدم هذه الدبابة، إلا أن قدراتها القتالية لا يستهان بها، وأثبتت جدارتها في كل الحروب التي خاضتها، فقد أنتج منها ما لا يقل عن 22700 قطعة حتى اليوم من أكثر من 20 طرازا تختلف في نمط التسليح والتسليح الإضافي وأنظمة التشغيل وما إلى ذلك. وهناك آلاف من الدبابة T-62 في المخازن الروسية، والتي يمكن تحديثها بسرعة كبيرة وبتكلفة زهيدة بشبكات مضادة للطائرات بدون طيار، واستخدامها كقطع مدفعية متحركة على طول الخط الأمامي. وخلال المعارك نفذت دبابة روسية من طراز T-62 تابعة لكتيبة النمر عملية انتحارية ناجحة مخترقة الدفاعات الأوكرانية، وكذلك بهدف فتح ثغرة في حقول الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني. وقامت الدبابة الروسية T-62 التي تم تزويدها بعجلة جر مخصصة لتدمير الألغام بتدمير الألغام الأوكرانية، لتقوم القوة الروسية بالدخول والتوجه إلى الهدف بعد تأمين الدبابة للمنطقة. التسليح وأذرع القتال. تأتي T-62M بمدفع أملس يستخدم ذخائر من عيار 115 ملم، ويطلق هذا المدفع القذائف التقليدية التي يصل مداها إلى حوالي 14 كيلومتر بمعدل رمي يصل إلى 7 قذائف في الدقيقة الواحدة، وتتيح أنظمة التهديف المرفقة به الإطلاق بزاوية منخفضة تصل إلى ناقص 4 درجات وبوضعيات مختلفة، كالإطلاق من وضعية الثبات إلى هدف ثابت أو متحرك، والإطلاق بوضعية الحركة والمسيرة إلى هدف ثابت أو متحرك. وإلى جانب القذائف التقليدية، يطلق المدفع قذائف كوبرا الخارقة للتحصينات والدروع بمدى يصل إلى 6000 متر، ويمكن أن يتم تحسين الدبابة لتطلق صواريخ سنيبر AT-11 المضادة للدبابات والموجهة بالليزر بمدى يصل إلى 5500 متر، وتقدم فعالية وأداء تضاهي به صواريخ كورنت. وتمتلك T-62 سلاحا رشاشا مرفقا من طراز دوشكا يستخدم ذخائر من عيار 12.7 ملم، مجهز بقاعدة دوارة ونظام تسديد وإطلاق من داخل قمرة المركبة، وهو مخصص لضرب وحدات المشاة المعادية والمركبات الغير مصفحة والطائرات المسيرة ضمن مدى 7000 متر.
والسلاح الآخر هو رشاش متوسط من طراز بي كي تي يستخدم ذخائر من عيار 7.62 ملم، وهو مخصص للتعامل مع الأهداف البسيطة المشاة والسيارات وتمشيط الغابات والحقول. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. يبلغ طول الدبابة T62M مع المدفع نحو 9.3 أمتار، وبعرض 3.3 متر، وبارتفاع 2.3 متر، وبوزن إجمالي يصل إلى 40 طنة. وتحتوي قمرة المدفع إضافة للمخزون الذي يتسع ل24 قذيفة على آلية هيدروليكية لتذخير وتفريغ المدفع، ما أسهم في رفع سرعة الرمي وخفض من عدد الطاقم إلى 3 أفراد، هم السائق والمدفعي أو قائد الدبابة والمذخر. وتعمل الدبابة بمحرك ديزل جديد مؤلف من 12 أسطوانة بسعة 8.8 لترات، قدرة 1100 حصان، ومع ناقل سرعات من 7 سرعات أتاح لها التنقل بسرعة تقارب 75 كيلومترا في الساعة. وتم التركيز في الناقل الحركة على السرعة البطيئة لتتيح للدبابة التحرك في المناطق الوعرة والجبلية دون مشاكل، ويبلغ مدى العمليات 420 كيلومترا دون الحاجة للتزود بالوقود. الدروع وأنظمة الحماية. زودت دبابة T62 في فترة التسعينيات بأنظمة دفاعية متطورة، أحدها يطلق عليه اسم نظام شتورة للحماية النشطة، ويعني ذلك القدرة على اعتراض القذائف والصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الموجهة، وذلك بإطلاق صواريخ باتجاهها وتدميرها قبل وصولها إلى الدبابة. والنظام الآخر هو نظام كونتاكت 5 الذي يقوم بمهمة تدمير الصواريخ والمقذوفات المعادية في حال تخطيها لنظام شتورة عند طبقة الخارجية للدرع الرئيسي. وتأتي أليوشا بنظام دروع يعرف باسم ريليكت، الذي يعتمد على مجموعة دروع متطورة جدا وخاصة في المقدمة، فهي خليط من سبائك السيراميك والمعادن والمواد المركبة، ويمكن زيادة التدريع باستخدام أحدث أجيال الدروع التفاعلية ملاخيت التي يمكن تغييرها ويمكن وضعها على كل أنحاء الدبابة. أما الحماية من الخلف فيكون عن طريق دروع مركبة وتدريع شبكي للسماح بجودة التهوية للمحرك الموجود بالخلف، كما أنها تمتلك نظام إنذار وإخماد للحرائق الداخلية ونظام تقنية ومكافحة أسلحة الدمار الشامل MBC. وأضيفت مكعبات TNT المعكوسة على سطح الهيكل الخارجي للدبابة والتي تنفجر عند اصطدام المقذوفات المعادية مؤدية لتدميرها قبل أن تخترق الدبابة. وإضافة لكل ما سبق، فإن T62 تحتوي على أنظمة حماية الطاقم من الهجمات البيولوجية والإشعاعية والفيضانات ونظام مكافحة الحرائق الذاتي. التاريخ التشغيلي. دخلت T62 الخدمة في الجيش السوفيتي سنة 1961، وجرى تطويرها عدة مرات، لذلك يوجد لها عدة نسخ، واستمرت صناعتها لصالح الاتحاد السوفيتي حتى العام 1979، ليتوقف الانتاج لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي حينها، وبإعطاء الأولوية لصناعة القاذفات والطائرات والصواريخ البالستية التي كانت بالغة الأهمية خلال فترة الحرب الباردة. واستؤنف العمل في إنتاج تطوير T62 منذ العام 2001 بنسخ متطورة ومحسنة لصالح الجيش الروسي، ولإنتاج نسخ تصديرية للعديد من الدول أبرزها الصين وباكستان والهند وكوريا الشمالية وبيلاروسيا وقبرص واليونان وماليزيا وسوريا ومصر واليمن. وبلغ عدد الدبابة المنتجة من كافة طرازات T62 حتى اليوم أكثر من 22,700 دبابة، نحو نصفها تخدم في جيش روسيا حاليا. وأنت عزيز المشاهد، ما تقيمك لقدرات العجوز المجنزري T62؟ وهل هي قادرة على الصمود بوجه دبابات الناتو التي تحمي أوكرانيا؟